مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. اليوم سوف أشرح لكم كيف تقومون بالتصوير في مكان يوجد به إضاءة كثيرة. مثلا أنا وجهي الآن لا يرى، فقط سنستعمل برنامج اسمه كاميرا أوبن، يوجد على بلاي ستور وبرنامج مجاني. حسنا، نقوم بالدخول للبرنامج. الآن بعد الدخول للبرنامج ماذا سنفعل؟ سوف نضع يدنا أمام الكاميرا هكذا حتى يصبح هنا وجهي يرى، ثم أضغط على القفل الموجود في الفوق، ثم أقوم بإزالة يدي هكذا. والآن أصبح الآن وجهي ترونه، وحينما أقوم بنزع القفل شاهد ماذا سيحدث. أصبح وجهي مظلما. كان هذا هو شرح اليوم، أتمنى أن يعجبكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس وطرح تعليقاتكم أسفل الفيديو. Peace.